أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد. راح نبدأ نفتح أول صندوق ونشوف شنو الأغراض اللي جايتنا بهالشحنة. عندنا اول شغلة اللي هي هاي مثل لوحة مال التحكم او بورد مال اللابتوب او هيجي شي، او عفوا لوحة الام، يعني شغلات الكتروني وهيجي امور. عندنا هذا الجهاز اللي هو ازالة الشعر بالليزر من هاي الشركة اللي تشوفوها قبالكم، وهذين المميزات مال الجهاز وهيجي شي، فشغلات بسيطة عنه. خلوا لكم الصورة مال الجهاز هذا ويا مثل ما جاي تشوفون، اللي هو هير ريموفال ديفايس اللي هو ازالة الشعر. ايش عندنا بالله بعد هنا؟ عندنا هنا هذان مثل الاكسسوارات وهيجي شي، صراحه ما اعرف شنو شغلهن. طبعا هذين الناس هذين الشغلات العفو الناس موصيهن من موقع امازون او موقع اي باي. احنا شغلنا شركه ما شحن، نشتري الغراض من امريكا ونجيبها للعراق، فهذين الغراض تقريبا 90% جايبيها حسب طلب الناس، يعني هم موصين عليها قايلين نريد فلان شغله راح نجيب لهم اياه من موقع امازون او اي باي او اي موقع ثاني. كل اللي عليك اذا عندك اي سؤال او استفسار راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي المتجر الالكتروني وراح نجاوبك. خل اقول لكم هذين متوفرات للبيع المباشر، ميداليات مثل ما جاي تشوفون، بيها مال انمي، بيها مال العاب، بيها مال افلام، بيها فيكات مثل هذا وورد ومال الفوتوشوب، وميداليات كلش حلو مثل ما جاي تشوفون. اترككم ويا الميداليات. طبعا موقعنا بالنجف واكو توصيل لكل المحافظات. اي سؤال او استفسار او شيء ما تعرفه او غراض تريد تشتريهن او تريد اسعار راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك راح نجاوبك. نتاخر شويه بالجواب لان عندنا رسائل هوايه، بس راح نجاوب على الكل. عندنا هنا هذني متوفرات للبيع المباشر، هذني مثل شلون هذني يحطون عليهن كوابه مال عصير او شاي او قهوه، طبعا على شكل هذني مال الافنجرز، هذول الابطال الخارقين مال الافلام اللي ما يعرفهم، هذين كلش مشهورات هيك شيء. خليها جو الكوب او كديكور للميز مال المكتب وهيك امور، هذين متوفرات للبيع المباشر. شعدنا بالله بعد بالله خلينا نشوف. ها عندنا هذين الجلايد هم متوفرات للبيع المباشر، قلادات مال اتاك اون تايتن متوفرات للبيع المباشر. اي شخص اللي يحب يطلب من الاغراض المتوفره للبيع المباشر خلي راسلنا على الصفحه، اكو توصيل لكل المحافظات، او يزور مكتبنا بالنجف. عندنا هنا استيكرات متوفرات للبيع المباشر ايضا، هذين كل الاستيكرات متوفرات للبيع. هذين سوارات مال ناروتو ايضا متوفرات للبيع المباشر، هذين جايبين انه للبيع، اللي يحب يطلب خلي راسلنا على الصفحه. والله بعد ايش عندنا؟ عندنا هنا هذين ميداليات مال ناروتو، انا كاكاشي وساكورا وناروتو وساسكي، طبعا اشكالهم كلش حلو وفتشي كيوت هذني حلوات. عندنا هنا أنا ايضا متوفرات للبيع المباشر، هذني نفس هني يحطوهن جوا الكوابا او الشاي او القهوه، بس على شكل مال انمي دراغون بول هيجي الشخصيات مالتهم فيكه، هذني متوفرات للبيع المباشر. اذا عندك طلب او استفسار او تحب تشتري من غراض البيع المباشر او من امازون راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك. نكمل وياكم الغراض، هذني متوفرات للبيع المباشر، الميداليات والاستيكرات. عندنا هنا زيت تايتن جل، هذا مشهور هواية مثل ما جاي تشوفوا، اغلبكم يعرفوه اغلبكم ما يعرفوه، مثل ما جاي تشوفون هذا قبالكم بالفيديو. ايش عندنا هنا ايضا؟ هذني اكسسوارات، طبعا هذني ناس موصين عليهن ومو للبيع. زين ايش عندنا بالله بعد؟ ها عندنا هنا لوحة الكترونية، اعتقد هذا ماذر بورد مال لابتوب، نقدر نقول عليها قطعة غيار مال اللابتوب، اللي جهاز عاطل أو بخلل معين نقدر نجيب له قطعة غيار من موقع اي باي، أغلب هنا موقع اي باي. صراحة هذا الجهاز ما أعرف شنو بالضبط. عندنا هنا متوفرات للبيع المباشر، هذني بوسترات اللي عندنا هنا مال وانتد، هذا مال لوفي، هذا متوفر للبيع المباشر. هذني البوسترات هنا أمل باباي، هذني كل المعروضات للبيع اللي يحب يطلب من عندهن. هنا مال سوبرمان طبعا القديم، سبايدر مان هم حلو،
هنا بي كل الانميات طالعات، هذا بوستر زين. عندنا هنا ايضا متوفرات للبيع المباشر ميداليات مال انمي وجلايد، فشي حلو. متوفرات هذن ايضا للبيع المباشر مال هجوم العمالقة، ستيكرات هذني مثل ما جاي تشوفون هذني متوفرات للبيع المباشر مال لون بانش مان، اعتقد هذاك بوكونو هيرو. هذني الاستيكرات متوفرات للبيع المباشر جملة او مفرد، هذني الاستيكرات يعني كل هاي او تقدر تشتري واحدة او اثنين. مثل ما جاي تشوفون هذني ايضا متوفرات للبيع، اي شخص يعجبه او يحب يطلب خلي راسلنا على صفحتنا. عندنا هنا ها عندنا هاي الميداليات مات متوفرات للبيع، العفو جلايد على شكل قلب متوفرات للبيع المباشر. هذني ميداليات مال باتمان على شكل هذا الخفاش، فشي كلش حلو والماده مالتهن جوده كلش حلوه. هذني متوفرات للبيع المباشر، بيها مثل مفتاح مال بيبسي تفتح البطاله. هذني الاستيكرات متوفرات للبيع، هذني البوسترات الرول او يسمونه او الرول، هذني متوفرات للبيع المباشر. هنا مال بوكونو هيرو ومال توخيو يقول حجمهن شوي صغير هذني، بس اشكالهم كلش حلوه. استيكرات متوفرات للبيع ما ناروتو هنا مال اتوقع مال ون بيس، خلينا نشوف شو عندنا بعد غراض. استيكرات هذني اشكالهم حلوه مال اتوقع هذول مال مارفل. عندنا هنا اوراق مال يوغي، طبعا هذني مو للبيع، اكو ناس موصيهن واكو بيهن للبيع، فاللي يحب يطلب نفس هذني خلي راسلنا نقدر نجيب لهم اياه مفردات من امازون او ايباي. مثل ما جاي تشوفون هذني الاوراق اكو ناس موصين عليهم. طبعا اي منتجات لعبة يوغي سواء ستركتشرات او سليفات او حافظات للاوراق او علب مالتين كلهن متوفرات عندنا للبيع المباشر. اي غراض مال لعبة يوغي متوفرات للبيع، فاللي يحب يطلب خلي راسلنا على الصفحة ونطي الغراض اللي عندنا للبيع، نطي صورة ونطي الاسعار مالتهم، راسلونا على الصفحة. جهاز ما اعرف مال شنو، ماكينة ما اعرف صراحة شنو استخدامها، طبعا ما اعرف استخدامها لان الناس يجونا يقولون نريد هاي الشغلة، احنا كل اللي علينا انه نشتري لهم اياها ونجيبها للعراق وهم يستلموها. ناس سكرات ايضا للبيع. هذا اتوقع مواسه مال هذني مواسه مال ماكينه ما ادري مال شنو. هذا سوار مثل ما جاي تشوفون هذني الناس طالبيهن. ايضا هذا قطع غيار مال هاي الماكينه اللي عرضناها قبل شويه اللي ما ادري شنو شغله صراحه. شعلنا بالله هنا تايتن جل، ايضا هذا المكمل الغذائي اللي يعرفوه. هنا داكس اتوقع هذا شمع او اي اتوقع شمع او فد كريم للشعر. عندنا هنا متوفرات للبيع المباشر استراكشرات مال لعبة يوغي، طبعا هذا الاستراكشر الواحد بيه ثلاث مجاميع مال مثل ما مبينه بالصورة، يوغي وهذاك بيجاسوس وشيزوني هاي اتوقع اتذكر ايش اسمها، هنا كايبا ومي وجوي، كل استراكشر بيه ثلاث مجاميع متوفرات للبيع المباشر، اللي يحب يطلب غراض يوغي خلي راسلنا على الصفحة. عندنا هنا ايضا متوفرات للبيع المباشر ديث نوت مثل ما بالضبط بالانمي، فتشي كلش حلو يعني نفس اللي بالانمي طالعة هي هاي متوفرة للبيع، بيها الشروط وبيها هيك امور. ايش عندنا بالله بعد؟ ها هذا جهاز طبي صراحة ما ادري شنو هو بالضبط، بس اللي طالبي اكيد يعرفوه، مو شغل مو اختصاصي يعني الاجهزة الطبية، بس هذني الناس طالبين وجايبين لهم اياه. مثل ما جاي تشوفون هذني قطعتين من هذا الجهاز، اي شخص يحب يطلب مثل هيك اشياء طبية او ملابس او الكترونيات او العاب او اي اكسسوارات كل اللي عليك راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك. عندنا هنا شنو هذني مثل ما جاي تشوفون، ها هذني ستاند مال الموبايل، هذني متوفرات للبيع المباشر. هذا الستاند مثل ما نبين طبعا يفتح ابو ثلاث رجلين يصير ويتركب عليه الموبايل، يفيد اكثر شيء عندهم قناة اليوتيوب اللي يصورون اللي يسووا فلوقات ايضا ممكن يثبت على الموبايل ويشيله بايده يصور بيه. عندنا هنا متوفرات البيع المباشر محافظ، طبعا هواي جبنه والبقيه جات بالطريق مال ريزنت ايفل، هذني بس ثلاثه، اللي فان بهاللعبه وهالفيلم خليه يوصيها بسرعه لان بس ثلاث قطع والجوده مالتها كلش حلوه والصناعه مالتها كلش زينه، هذني متوفرات للبيع. هنا كفر مال الموبايل ناس موصين عليه اتوقع مال هواوي او ما اعرف صراحه اعذروني. عندنا هنا هذني تكملة الغراض متوفرات للبيع المباشر، ستاندات مال الموبايل
طبعا نوعية مالته حلوة وزينة زين. ايش عندنا بالله بعد؟ ها عندنا هنا ميداليات هذني مال ذا فلاش ايضا متوفرات للبيع المباشر، طبعا شكلهم كلش حلو والمادة مالتهم جودة عالية، متوفرات للبيع المباشر هذني الميداليات مال ذا فلاش. ايش عندنا بالله بعد؟ ها ستيكرات ايضا هاي مال دراغون بول متوفرات للبيع كلهن، اللي يحب يطلب خلي راسلنا. هذا سي اف مال ماينكرافت اللعبة اكثركم يعرفوها، هذا طبعا ينفخ ويتعلق كديكور وهيك شيء فشي حلو. عندنا هنا جرافيك اي بي اس بين ديسبلاي اللي هو شاشة مال رسم، طبعا هذين جايبين للمؤسسة كبيرة ويعني جهاز رسم احترافي ونوعيته كلش زينة، يعني الرسامين يفيدهم بشكل مو طبيعي، اللي يحب يطلب من هيك اجهزة خلي راسلنا على الصفحة، وسعره مو كلش غالي يعني مثل ما تتوقعون، سعره مناسب يعني اللي يحب يطلب هيك اشياء خلي راسلنا، كلش راح تفيد الرسامين، جهاز كامل مال رسم. هذا اقبعكم بالصورة. وبالنهاية اذا عندكم سؤال واستفسار راسلونا على الصفحة، ونتأخر شوية بالرد لان عندنا رسائل هواية. اخليكم ويا الفيديو. احب اشكركم لان تابعتوا الفيديو، مو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامة.